اليسرى يحاول الانطلاق والاختراق، يخير العودة باتجاه تشافي. تشافي رائع الكرة الأمامية باتجاه ميسي، والهدف الثاني، الهدف الثاني عن طريق الرائع المبدع ليونيل ميسي. روعة روعة روعة، لاحظ يعني التمريرة الخيالية من تشافي، لاعب بالفعل أكثر من رائع تشافي، وهذا اللاعب يعني يتحسر على هذه الكرة التي دخلت الشباك هذه المرة، بالتأكيد يعني هذه المرة، وحزين على الهدف. لاحظ التمريرة من أوري إلى تشافي، وتمريرة أكثر من رائعة، خيالية التمريرة من تشافي، والتصدي بل الترويض للكرة بالصدر من ميسي، يعني على طريقة ميسي وبأسلوب ميسي، هذا يكفي، لا أريد أن أقول المزيد، على طريقة ميسي بالصدر ومن